رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، أطيب التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناسبة تحقيق منتخبنا الوطني لألعاب القوى للرجال والسيدات إنجازا تاريخيا جديدا في بطولة غرب آسيا الثالثة التي أقيمت في الأردن بتحقيق 35 ميدالية ملونة، منها 20 ذهبية و12 فضية وثلاث برونزيات، واحتلال المركز الأول في جدول الترتيب العام للدول المشاركة. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن الإنجاز يأتي استمرارا لسلسلة الإنجازات التي اعتادت ألعاب القوى البحرينية على تحقيقها بمختلف المحافل الخارجية بفضل ما يحظى به الاتحاد والعداؤون والعداءات من رعاية واهتمام من قبل جلالة الملك المفدى يده الله والحكومة الموقرة ومتابعة ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مشيرا سموه إلى أن ما تحقق هو انعكاس حقيقي لجدارة أم الألعاب البحرينية التي أصبحت واجهة مشرفة للرياضة البحرينية في السنوات الأخيرة. وأشاد سموه بالأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون واللاعبات في هذه البطولة والجهود الكبيرة للأجهزة الفنية والإدارية والمتابعة الحثيثة من قبل المسؤولين في الاتحاد، معتبرا سموه أن تكاتف الجهود أدت إلى ثمرة هذا الإنجاز الذي سيضاف وسيسجل في سجلات الرياضة البحرينية بشكل عام ورياضة ألعاب القوى بشكل خاص. وأضاف سموه أن هذا الإنجاز سيدفع مجلس إدارة الاتحاد لتقديم المزيد من الدعم والرعاية للعدائين والعداءات لمواصلة مسيرة النجاحات المتميزة، لا سيما في الاستحقاق القاري القادم المتمثل في دورة الألعاب الآسيوية 2018 التي ستقام في أندونيسيا، مبديا سموه تفاؤله وثقته في قدرة القوى البحرينية بتحقيق إنجاز مشرف آخر للرياضة البحرينية في المحفل الآسيوي الرياضي الأكبر.